واحد القضيه الخضره عطيت واحد فكره ناضيه شتو دابا هذا كيجيو الكوار ما عندهم زعما دوك الحوايج اللي ما بغاوش كيحطوهم هنا كيلوحهم بحال ما هكا كتلحط اي حاجه كلها داروها في المغرب حتى هو غتصدق كتلوحها كتنزل هانتوما الخوت كتنزل لهنا فهمتي السبرديلات الحوايج شوف الخوت شحال ديال الحوايج الناس دابا اللي مساكن ما يحتاجوش يقلبوا ولا يطلبوا شي واحد باق كيجيو لهاد اللعيبات هادو كيلقاو الحوايج بلا ما ماكرهناش يديروها في المغرب حتى هو صدقه جاريه الخوت كاين هادو واحد البروبليم كيديروا كيلوحوا دوك الحوايج واخا مسخين كره الخوت ندير لكم واحد الكيفاوي على شي ماكينه صبيان ولا شي بان لكم اعطى الله هادشي واحد الثلاجه هي قال لي مولاه ما عجبتنيش هاد ستيكرز اللي دار هنا هو يلوحها ماما اخواتي هنا لله العيب الثلاجه عندنا حنا الخوت عاطي ما بدلنا حتى ولات كتغني الا حليتي الباب عاد كيتسد الباب حتى الخوت واحد السيد كان احترمو بزاف بالي اليوم ما بقاش يحترمني قلت له ودي انا صيفط لك كل كلاص شنو فين كاين قال لي انت قهوه وعرفتي فين جبتو الخوت جبتو الايكيا مع القهوه هنا فابور على حسابي القهوه سبحان من خلقك الله ويلي 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 باش نسبقو باش نسبقو داك السيد الخوت مازال ما جا كيتعجب علاش كاين انا في ايكيا تقلت عليك بالله كلوكس بالمناسبة الخضرة واخا فابور والله إلا أحسن من هذيك ديال القهوة اللي كتخلص. هو عرفتي الخضرة باش ما مزيانش تلوح السطوريات ديالك قال لي لا راه عيط لك باش نتفرجوا في الماتش. هذه زردة 5-5 ضروري نضرب شي قهوة أخرى. وبارك بلادي. كابوتشينو عاد نمشيو الخضرة ديك الساعة نتفرجوا في الماتش. شوف الخضرة الحليب ديال البقر. وهذا اللي ديال. حتى الاصدقاء جيت لواحد المحل هنا قالوا لك داروا فيه الصولد كنت ناوي نشري غير هاد اللي قالت هادو عشان الخوت شفت افضل حاجه عندي والله هما البيكالات شوف الخوت مثلا دابا البيكالا شو هادشي واحد الثمن خيالي ديال بصح هادو ديال السفر تقريبا بحال اللي كانوا عندنا بالباتري ديالها تقريبا 100000 ريال عرفتي بحال هادي الخوت في البلاد شحال قال لي هذاك قال لي شي 180 تقريبا توصل حتى المليون عنده الله اكبر بصح شوف مثلا بحال هادي دابا مثلا كدير مليون ونص هادي راه ديك حتى المغرب 80000 ريال كل شهر على مده 4 شهور عرفتي البيكالات ناري اقسم بالله الا شفت بيكالات راه بزاف دابا اللي كتشوفوا فيهم الباتري فهمتي كتخلص زعما 500 اورو كل شهر كتخلص لهم شويه كيشوف الخوت وحده كديره عرفتي ان شاء الله الا كتب لي الله نشري شي بيكالات خوت ندور بها العالم اوا سالاتهم معايا الخوت هذا اش كدير شوف الموتور ديال بصح شحال كدير 2.5 مليون الله اكبر الطوموبيل هنا ولكن الخوت عرفتي كدايره شوف 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 با 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 بزاف والله دابا هادو كاملين شاد ديال الصف كيشريو بيكالا بجوج المليون نورمال عرفتي في البلاد قبل ما نجي لهنا كنت باغي نشري صنطره بحال هادي ياك عرفتي الخوت كنت غنتقوال بواحد التقويلي با زعما نشريها نلبسها تما شوف الخوت شحال لقيتها هنا شوف 400 درهم اللي قال لي واحد تما 40 اورو هنا 140 درهم والثمن زعما راه شي 150 درهم الرخا والله حتى الاصدقاء عجبتني هاد السبرديله هذيك كما كتشوفوها هي ولكن واحد المشكله الخوت قالوا لك هنا قال لك زعما بيتي تحافظ عليها لبسها جوج سيمانات وما تفوتش 10 كيلومتر في الحصه انا دابا هذه الا شريتها الخوت نلبسها في لاصال نلبسها في عرضات نلبسها في داكشي علاش السبرديلات ما كاينش تقول عندنا والو ترى شمل 10 كيلومتر راه 190 كيلومتر وشوف تشوف شوف الخوت شوف انا غادي وكتشوف اش هذا ريحه البقري السيده ضربه 180 كيلومتر في الساعه كانت 120 ولات ب 60 ناقص 50% اش بان لكم الخوت واش نزعم ولا ما نزعمش الثمن ديالها فريمون زوينه الصراحه هي صبر ديالها ناضيه ديال بصح جوكور بلو دو ميسيو سيل تو بلي في موا فيديو بور مارشي فوتو فيديو ليس كوم سا وي نو با دو ميروار جي كومونسي جي كومونسي ان مارشان ريبيت ريبيت اه داكور الكام بلانشي ديجا واي ليس كوم سا جابوي ها واي ليس سي بون سي بون واي 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 هانتوما عرفتي الخوت والله الا ناضي عندهم هادشي والله فغيمون الخوت كانت ديال الحوايج انا في الجوطيه كما كاين 50% 40% تقريبا نفس الثمن هنا جداد والجوطيه بحال هذاك الثمن تقريبا خذ مثلا دابا اديداس سروال اديداس ناضي ديال بصح واخا تبان لك ديك 290 درهم 22 اورو راه ناضيه اصاحبي ولكن هما عندهم بحال اللي قلتي 50 درهم بحال هكا القضية اللي جاتني في شكل دوك خوانا اللي كيجيو لنا الصيف والصيف ما كانوش كيشوفوا هاد المحلات زعما كيبان لهم الشكلاط وماروخا وشي قهوة ولا شي حاجة نيت كتسول تيقول لك لا داكشي راه غالي كيفاش لي شي سبرديلة شي
عنده واحد خال الخوت كيجيب لي شي تيشيرتات كاش فين من الصيف للصيف تيحطهم ليا كنقول هادو جايين من فرنسا كنلبسوش من الصيف حتى العيد الكبير كدوز عليه 4 شهور ولا 5 شهور فرنسا وهو محطوط فرنسا اللي عندي شي واحد فعائلته في فرنسا يصيفط لي ستوريات من الاول يشوفهم يقول لي ها البياسات فين كاينين وكاين الرخص داكشي ديال الدريحه داكشي ديال الشوكولاط كيطلع علينا في الراس داكشي على شحال كيدير هنا الخوت 10 درهم 20 درهم فرنسا باكيطه ديال القهوه فيها 84 وحده كيقول لك ها سير ديها فرنسا المهم زعما داكشي رخيص البارح مع تفرش المنتخب وتحمست بزاف حلمت بهم اولي حلمت بهم الخوت ربحوا الكاس ومن طو خايبه وزوينه ومن طو مشيت لديك ديك شانجليزيكس جمعنا تما الخوت المغاربه كاملين وشدين البوليس عاد والله الحلمه فيها هكا والله بيتها تحقق ومن طو ما بيتهاش تحقق واش رينا عاجل امو تطلع علينا على البوب